قال مسؤول حكومي مصري للشرق إن إقرار الحكومة لثالث زيادة على أسعار الوقود هذا العام رفعت تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية إلى 80 مليار جنيه. المسؤول أضاف أن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت نتيجة زيادة سعر النفط الخام عالمياً، مشيرا إلى أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة قد أقرت زيادات تراوحت بين 10.9% و 17.4% على مختلف أنواع الوقود. في استطلاع أجرته الشرق، توقع المحللون في 5 بنوك استثمار أن تشهد مصر موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من هذا العام، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المختلفة. شركة النعيم المالية توقعت أن تنعكس زيادة أسعار المحروقات على معدلات التضخم في نوفمبر المقبل بما يتراوح بين 0.3 و0.5%، فيما رجحت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن تشهد معدلات التضخم زيادة تتراوح بين 0.5% إلى 1%. أكدت وكالة S&P للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر عند إيجابية، وأبقت على تصنيفها للديون عند B-. الوكالة أشارت إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر. كما تعكس وجهة نظر الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد المدفوع بقوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت سيدعم توحيد الموازنة العامة. وينضم إلينا من القاهرة محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي. أهلا وسهلا بك معنا. لنبدأ من صورة المؤشرات بالمجمل. أنهت السوق المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين وسط ضغوط بيعية لاحظناها على المؤشر الرئيسي. ما هي التوقعات لهذا الأسبوع؟ هل سيستمر هذا الاتجاه العرضي برأيك؟ في تصوري سيستمر اتجاه عرضي مع ميل للبيع خصوصا بين الأجانب ومن المؤسسات المصرية، يعني في روح من المضاربات وأيضا البروفيت تيكينج. موضوع تثبيت سعر الفايدة ملوش تأثير مباشر على سوق رأس المال بشكل طبيعي، لأن تثبيت سعر الفايدة معناه أن كل الأوضاع كما هي منتسقة. العوامل الموجودة بتأثر في سوق الأسهم الآن هي البروفيت تيكينج، بعض المضاربات والأوضاع الجيوسياسية. لو استمرت أو اشتدت هيبقى في تداعيات سلبية على كل أسواق المال، سواء سوق المال أو سوق رأس المال. الضغوط البيعية مين عم بيبيع؟ هل هي المؤسسات المحلية إلى جانب المؤسسات الأجنبية؟ الاثنين، لأن هم الاثنين يعني بيجروا بعض. عملية البروفيت تيكينج بتبدأ من حد بيبيع ثم التالي ثم، لكن أعتقد أن سبحان ما حتتلم مع نهاية الأسبوع، بس بشرط. ما هي المحفزات التي يحتاجها السوق برأيك؟ السيولة، يكون في طلب سيولي، استقرار الأوضاع الجيوسياسية مهم جدا، استقرار برضك سعر الصرف وسعر الفايدة، كل دي أوضاع بتحدد. كمان ما تنسيش أن الأرقام الفيطلية بدأت تظهر، أرباح الشركات وأرقامها بدأت تظهر، كل دي الناس بتحللها المستثمرين وبيعرفوا يخرجوا من السوق في الوقت المناسب أو يخشوا في الوقت المناسب. توقعات سعر الفايدة في الفترة اللي جاية برضه بتخليهم يبنوا مشترياتهم الآجلة في الفترة القادمة على ضوء توقعاتهم في أسعار الفايدة، فهم شايفين معدلات التضخم يعني احتمال ترتفع، وبالتالي أسعار الفايدة ممكن جدا أنها تبقى عرضية مع ميل للارتفاع. إذن ممكن يتخوفوا من أنهم ياخذوا مراكز أكبر في البورصة في الوقت الحالي. نعم، قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وعم يتحدث مصطفى مدبولي بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، تأثير كل ذلك على التضخم العنيد في مصر وأيضا أسعار السلع. وكان التضخم عنيد يعني حتى مارس
الماضي لما البنك المركزي حرض سعر الصاعق وعمل بيج بوش في اسعار الفايده ب 600 نقطه اساس، واستقر سعر الصرف واختبأ في السوق الموازي، وفقد تاثير سعر الصرف هيمنته على معادلات التضخم، وبدات اداه سعر الفايده يعني تسيطر على الموقف، بدليل ان معدلات التضخم بدات تتراجع من مارس وابريل 5 شهور متتاليه، ثم في اغسطس وسبتمبر ارتفاع هامشي في اخر في الشهر الماضي من 26.4 ل 26.2، فمن 26.2 ل 26.4 ارتفاع بسيط هامشي، ولكن طبعا الخوف من توترات جيوسياسيه قائمه ممكن تولد ضغوط، موجه من الضغوط لو خطوط الامداد لا قدر الله توقفت عالميا واقليميا. ايضا ما زال يعني رقم او قراءه معدل التضخم بعيد عن مستهدفاته، فرق كبير جدا من 25 نعم. ل 7% زاد او ناقص 2% في نهايه السنه، طيب بالاضافه سؤال الى أخير نظرا لضيق الوقت، القطاع الغذائي كان الأفضل أداء الأسبوع الماضي بدعم من عرض الشراء المقدم لدومتي، اليوم عم نشوف عمليات جني للأرباح كما تحدثت على هذا القطاع باستثناء دومتي كان في بعض الارتفاعات على هذا السهم، وعم نشوف أيضا ضغط على القطاع العقاري، فهل برأيك رح نشوف روتيشن على قطاعات أخرى؟ هو الحقيقة القطاع العقاري بيجر معاه 20 قطاع بأنشطة مكملة له، فمصانع منتجات الأسمنت والحديد كل دي يعني very promising في الفترة اللي جاية. النقل، كل الشركات اللي بتعمل في نطاق العقار حاسهمها أكيد هتبقى عليها طلب أكتر، خصوصا مع الاشتراطات البنائية الجديدة والرجوع لقوانين البناء 2008 وتنشيط الرخص والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري ودخول برضك الاستثمارات السعودية في الفترة اللي جاية، كل ده هو بيبقى فيه طلب أكتر ونشاط أكبر وزخم أكبر في القطاع العقاري، هيجر معاه كل الأنشطة اللي نعم، مشتقة. ده شكرا بالنسبة جزيلا لك محمد عبد أهلا العال عضو بكم. مجلس إدارة البنك المصري الخليجي.